رسالته، التحديث الجديد هذا طشرنا صراحة. عموما واحد من المتابعين يعطيكم العافية يا شباب، في واحد من المتابعين والله نسيت اسمه ونسيت حتى وين، سألني عن طريقة تحويل هوز أو المحبس الأمريكي اللي هو تبع المواقد، يعني عن تبديله من الدبة الأمريكية إلى الدبة الزرقاء. القطع اللي أستخدمها أنا شخصيا راح أحطها لكم وأشرح لكم من وين تشترونها وكل شيء عنها اللي هي متوفرة عندنا. طيب أنا شرحت قبل هالمرة عنها، راح أعيد شرحها إن شاء الله وأحط لكم بعض. طيب القطعة الأولى هذه هي موجودة عند سنيدي، هذه من الدبة الزرقاء للمواقد السنة اللي تشتغل على دبات الاستخدام الواحد، يعني أي موقد عندك وغير السنيدي، يعني أغلب محلات مواقد موجودة متوفرة بالخليج بكثرة. تقدر تعبيها من الوصلة هذه، فيها بالفمان، صناعة كورية ممتازة جودة، التعبئة دبات الاستخدام الواحد، أي دبة عندك استخدام واحد قديمة ما قدرت تعبيها صغير تقدر تشغله على الدبة الزرقاء. هذه واحدة، وهذه الدعم. طيب وين نحصل هالقطعة هذه يا أبو مبارك؟ هذه تحصلونها موقع أمازون اللي بيصور الشاشة، هذه اسمها الأمان. من هنا إذا عبت تنسم عندك، تشيك عليها مع الضغط، تضغط ويبين عندك كورية، وهذا بالفه اللي تحول لك دبات الزرق إلى سنة خارجية نفس سنة السبرت بالضبط. هذه إذا سائل ولا للحين غاز. هذه الوصلة الثانية، الوصلة الثالثة. طيب شنو فائدتها؟ فائدتها مثل ما قلنا عندك راس ما يشتغل على يعني السنة الداخلية، تقدر تشغله على السنة هذه مثل راس السبرت. طبعا على طول ركب على الدبة الزرقاء وركب راس السبرت، ما عندك مشكلة. أو يعني إذا عندك محبس أو هوز بدون محبس تقدر تركبه على السنة هذه فتستفيد منه. هذا بعد موجود بأمازون، صناعته استرالية أعتقد أو الشركة استرالية، يعتقد شركة استرالية. أما الوصلة الثالثة فهي الوصلة هذه كذلك صناعة استرالية. إيش فائدة الوصلة هذه يا عبد الله؟ الوصلة هذه تركب عليها الراس الامريكي، الامريكي مو اللي يشتغل على دبات كولمان، لا اللي يشتغل على الدبات الكبار الامريكية. شوف حتى فتحته كبيرة، ما ادري اذا واضحة ولا لا. تركب على الدبة الزرقاء عادي وتركب الراس الامريكي بالجهة هذه وافتح عليه وامورك طيبة. هذا موجود موقع امازون، راح اجي بعد شوي واتكلم عنه اكثر. وعندي الوصلة هذه اللي هي قسام بريموس، موجود بعد في امازون.
طبعا الوصلة هذه فكرتها تقسيم دبة الغاز، يعطيك صوبين، تقدر تركب لك راس هني هوز، أو إنك تركب لك تريك وهوز الموقد، فتقدر تستفيد منه كذا شغلة. أو هني مثلا عندك الهوز فوق والشاخوف هالصوب، يعني تقدر تستفيد منه كذا شغلة. موجود بعد في أمازون. طيب نبي نتكلم الحين عن الدبات، دبات كولمان، شنو الحل وياها؟ طبعا الحل موجود، الحل هذا بس مو مكتوب عليه غير الأرقام هذه والاسم هذا، بريمو سفيد. أنا أوضح لكم أكثر. هذا باكج كامل يجي بموقع أمازون، اللي بيصور الشاشة يسوي تجي ويا الشغلات هذه. هذه الوصلة اللي من الدبة الأمريكية، والاسم هذا أدابتر كت، اكتب موقع أمازون وراح يطلع لك إن شاء الله. شنو يجي؟ أول هوز الأمريكي إلى الدبة الزرقاء، ما يحتاج لا قص ولا ترهيم ولا خرابيط. شلون طريقته؟ أول شي تاخذ الهوز اللي عندك، تلقى فيه وصلة داخل مثل هذه بالضبط نفسها، أي هوز عندك أمريكي أو راس أمريكي تلقى داخله نفس الشغلة هذه، القطعة هذه، بس افتح اللي عليك كله إنك تفتح هذه، راح تجي ويا مثل ما قلنا. تركبها بالهوز الأمريكي اللي يشتغل على دبات كولمان، وانتهى الموضوع. لا تقص ولا ترهم ولا تخرب شكل الهوز اللي عندك ولا تعفس الدنيا. راح يجي ويا الباكج هذا الكامل مفتاح مكتوب عليه بريموس واضح. طبعا المفتاح هذا عندك الجهة هذه، راح تفتح فيها البلف الموجود في الهوز، تفتح فيه، انتهى الموضوع. فتحت البلف خلاص، راح يصير عندك سنة بس اللي على الهوز الأمريكي سنة، راح تمسك القطعة هذه وتركبها. بعد ما تركبها راح تلقى فتحتين هالصوب، وين هذه واضحة لكم، فتحتين هذه راح تركب عليه المفتاح بهالشكل وتسكر عليه، أمورك طيبة. صار الرأس اللي عندك أو الهوز اللي عندك من رأس أمريكي أو هوز أمريكي إلى الدبة الزرقاء، وأمورك بالسيف. فمثل ما قلنا انتهى الموضوع بدون لا قص ولا تركيب ولا لحام ولا غيره. هذه الوصلة الأولى اللي تجي ويا لك. طيب الوصلة الثانية اللي هي من الهوز الأمريكي أو من الرأس الأمريكي، السن الاستخدام الواحد، علب الاستخدام الواحد الغاز، أو إنك تبي تركبه على الأمريكي أو الرأس الأمريكي إلى السنة، سنة الاستخدام الواحد مثل ما تشوفون هذه الفتحتين، وتركب عليها وتضب، يعني راح تستمتع ويا الباكج هذا، راح تستفيد استفادة كبيرة. يعني مثل ما قلنا الوصلة الثانية من الهوز الأمريكي، بس كل هذا بعد ما تشيل البلف اللي موجود داخل الهوز الأمريكي أو الرأس الأمريكي. على طول اختار يا دبة زرقاء، أو تقدر تركب الراس، تركب الوصلة هذه بالراس الأمريكي وتوصلها بالدبات الأسترالية المعروفة سنتها العريضة. خلصت من هذا كله، ما بغيته.
عندك الوصلة هذه بعد تجي ويا الباكج نفسه اللي تكلمنا عنه، اللي هي من الدبة الأمريكية أو من الراس الأمريكي أو من الهوز الأمريكي، مثل ما تشوفون نفس الأشكال، إلى الدبة الفرنسية اللي هي دبات كامبنجاز وغيرها، مثل ما تشوفون سنتها تختلف عن الدبة الزرقاء. تشوفون الفرق، هذه الكامبنجاز، دبات كامبنجاز، وهذه الدبة الزرقاء المعروفة، يا آسف، وهذه للسنة، دبة الاستخدام الواحد، يعني كلهم وياك، ما راح توهق إن شاء الله. فأتمنى أني ما ذخرت عنكم شيء وعطيتكم كل المعلومات، أو يعني استفدتوا إن شاء الله، أو استفدتوا أي شيء. فمثل ما تشوفون هذه قلنا الدبة الزرقاء، وهذه الدبة الأمريكية الفرنسية. أما الحين إن شاء الله أني فدتكم وعطيتكم معلومة، وهذا يجي ويا كتالوج طبعا، ويا الباكج اللي قلنا عنه. فأنا رد أحط لكم اللي بيصور، هذا هو. وأتمنى أن الكل استفاد، أو اللي ما عنده علم استفاد أو خذ معلومة. والمقصد من السناب أو الحساب هذا إن إن شاء الله يعني نشر معلومات، مشاركة، فيد واستفيد، يعني ما نبي السالفة حكر على أحد، نبي المعلومات تصير للكل، والكل يشاركنا هالهواية ويستفيد. وهذه أغلب الوصلات اللي أستخدمها، وإن شاء الله إنكم استفدتوا وما ذكرنا عنكم شيء. والله يعطيكم العافية جميع، وتصبحون على خير، وما تشوفون شر، وفي أمان الله، واسمحونا على القصور والمعذرة إذا جاء منا خطأ أو زلة. المقصد مثل ما قلنا المشاركة، يفيد واستفيد، وأنا بالعكس أستفيد منكم وأفرح والله بمشاركاتكم، وإن شاء الله أن اللي سأل استفاد ولقى الإجابة، ويسامحني على التأخير. واللي يسأل عن المحل اللي صورته اليوم، المحل مجمع مارينا مول بمنطقة السالمية على البحر، والله يعطيكم ألف عافية، سامحونا على الإزعاج، تصبحون على ألف خير.